خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار. امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى اجتماع تبع فيه موقف مشروع توسعات مصفات تكرير ميدور بالإسكندرية وجهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، وأكد على أهمية المشروعات اللي بتتنفذ في قطاع البترول لأنها بتزود حجم الإنتاج المحلي وبتقلل الاستيراد من الخارج. كمان امبارح أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم. دكتور مدبولي قال إن في تنسيق وتعاون مع كل الأجهزة المعنية من أجل سرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وأيضا توفير المكون الدولاري ليها من أجل وجودها في السوق المصري. خلينا نشوف. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف مشروع توسعات مصفات تكرير ميدور بالإسكندرية وأيضاً جهود توفير المنتجات البترولية المختلفة. وأشار مدبولي إلى أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع البترول بالنظر لدورها في زيادة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس على تخفيض تكاليف استيرادها من الخارج وتوفير النقد الأجنبي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، وأشار رئيس الوزراء إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم. ولفت رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية وتوفير المكون الدولاري لها. امبارح عقدت المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع مسؤولي وفد الاتحاد الأوروبي في مصر لاستعراض فرص التعاون الممكنة في مجال الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأكدت أن الاجتماع يأتي لاستعراض الإمكانات التي تتمتع بها السوق المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر مع بحث فرص التعاون ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع المهم، لا سيما في ضوء التوافق اللي بيجمع الجانبين حول أهمية الهيدروجين الأخضر في الإسراع نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والوصول لمستويات الحياد الكربوني. امبارح نشرت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطني لقطات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، وناقش الاجتماع ترتيبات المرحلة الثانية للحوار وبلورة العناوين والقضايا والموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة الحزم الاقتصادية والوصول لنتائج سريعة في أقصر وقت ممكن.